متابعينا الأكارم حياكم الله في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أخواني 19 حزيران 2024، نحن متواجدين في سوق الأعلاف جنوب الحسكة موقف البقارة. لا تنسوا الاشتراك بقناتكم الشرقية للمواشي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. اشتراكك بالقناة وتفعيلك للجرس هذا يعني أن لن يفوتك أي مقطع فيديو وأي سعر كان بإذن الله تعالى. طبعا اخواني درجة الحرارة يمكن اليوم يمكن وصلت 50، العليم الله العليم الله انه يعني الساعة 7:30 الصبح درجة الحرارة اتوقع بها 40 اكيد، العليم الله. فالهاتف قاعد يفصل من الحرارة القوية. طبعا سوق الاغنام ماشي حاله، حلال قليل جدا بالسوق، ضعيف في الحركة، ماشي الحال. ان شاء الله السبت سوق نظام باذن الله. شوف سوق الاعلاف اخواني شغال باذن الله، الحنطه الاشعير. تابعونا دمتم بعون الله. ابو احمد البجاري السلام عليك. حياك اهلا وسهلا ابو غزل، كل عام انت بخير. انت بخير، ينعاد علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالف خير. الله يحفظك يا ابو احمد. الاسعار ابو احمد، الجو حار وما نقدر نتاخر. والله الاسعار زينه اليوم ان شاء الله وتعالى. ان شاء الله ان شاء الله. اسعار بعد 3525 الحنطه 99% كلها بعتها بالسعر هذا 3525. ايوه تماما، 3525 الحنطه النظيفه. النظيفه راس السوق يعني نعتبرها؟ لا مو راس السوق، يعني حنطه توريد. توريد ايه، حنطه توريد. طيب راس السوق شنو؟ والله راس السوق بدك تقول 600، لكن ما بعنا ب 600، اما اذا بذار وشيء 600. ايوه تماما. ايش قد وزنت ابو احمد هاي؟ هاي وزنت 108 تقريبا، ما شاء الله 107. جيد زين. طيب الشعير ابو احمد، الشعير بعنا المغبر بقبره وببريبره. نعم يعني نقول له وسخ. ايوه فهمت علي شلون؟ بعناه ب 2100 وبعنا نظيف ب 2500 تماما. النظيف نظيف توب؟ اي نظيف زين. ايوه وسطيا تقريبا الشعير؟ وسطيا 2300 2200 وسطيا تماما. خبز الخاله؟ خبز الخاله ما جانا، لا يوجد، ما بعنا شيء. الطلب موجود الحنطه؟ ايه موجودين. نعم هاي الاسعار كله 3000. ما عليك ابو احمد، لا احنا ان شاء الله وتعالى نكون صادقين امام الله. الله الله يحفظك يا ابو احمد، تحياتي لك. حياك على راسي يا ابو احمد البجار. طبعا اخواني هنا الشباب جد يحملون دقمه، حنطه دقمه، ياخذون شوال على السياره ويفرطونها دقمه. اللهم صل على محمد. حنطه تجاريه يعني، ما هو نظيفه نظيفه 100%. هل شوالك اخر؟ الله يقويكم، هذول اليد العامله، ديروا بالكم على اليد العامله. ايه اهم شيء اليد العامله، اصلا اصلا لو مو اليد العامله شلون بدك تشيل الشوايل انت؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم، الله يرزقكم. طبعا اخواني نكمل ونشوف الاسعار مع ابو علي. نعم اسعار الكمون واسعار بزر الدبشي، اسعار السمسم، اسعار الحنطه واسعار الشعير، كل شيء موجود بالسوق. واجب علينا نصوره، راح نصوره ونرصد لكم حركه السوق. هذا ابو علي البجاري زاد. حياك حبيبي يا ابو علي، تحياتي لك. كل عام وانت بخير. وانت بخير علينا وعليك ان شاء الله بالصحه والعافيه. الله يحفظك يا ابو علي. ان شاء الله عيد الجاي بعرفات رفقه ان شاء الله يا ابو علي. الاسعار ابو علي شنو الاسعار ابو علي اليوم؟ الاسعار الحنطه 32 ل 36 انباعت اليوم. نعم 3200 ل 3600. 600 ايوه كل شيء. الحنطه درجات يعني؟ درجات درجات، مثل ما ياخذون درجات زاد احنا نبيع درجات. 300 300 300 هلا 600 توب. توب مكيسه مشوله شوايل. طيب احنا اريد بذار، يعني مثل واحد يريد اليوم بذار شيء توب رفع 600 600 3600 600. طيب الشعير؟ الشعير والله صار ب 2150. نشوف الشعير 150 2000 و150 بعناه زين، بعناه ب 2150. طيب الانظف؟ الانظف في صار له 400 التوب. مليونين و400 او 2400 2400 طول مليونين. طيب اقل يعني ابو بريبره بي ب 19 بي ب 1500. ايوه بس هذا مثل ما يقول هذا خالص عويك. شنو خالص يعني؟ عويك. بدك تترجم للمشاهدين؟ عويك عويك. شنو معنى عويك ترجم؟ في ناس ما تعرف شنو هو. خلوط بريبره تمام. ايه ابو علي الغالي الكمون
الكمون والله ما اعرف سعره، اجاري والله لا. اجاري خسروا على العبود. ايه طيب شنو نظل انه خبز الخاله؟ خبز الخاله 1500. 1500 يعني مليون ونص الطن، مليون يعني 100 دولار الطن. 100 دولار. طيب الحنطه بيع عليها طلب؟ اي والله بيقبل الناس تشتريها. ابو احمد اشوف انه دقمه. دقمه هاي ياخذون دقمه. دقمه؟ ايه. باستقبال دقمه؟ مركز حاطين. حاطين بي دقمه؟ بي طلب دقمه. ايه تمام، وبي مشول. مشول على الميلبيه. على الميلبيه، هاي ضمن محافظه الحسكه. نعم. الله يرزق الجميع ويجبر خسائر في اللاحين. يا رب. تحياتي لك ابو علي. كل سنه وانت سالم مره ثانيه. سالم على راسي يا ابو علي. نكمل اخواني مع اخونا عبود نشوف اسعار البزر الدبشي والكمون. طبعا هذا البضاعة هي موجودة هنا. عبود تحياتي لك. حياك. كل سنة وانت سالم. الله يحفظك ويبارك فيك. شنو أسعار عمي عبود؟ 30 خذني 55. 55 سوري. اليوم بيحرك إن شاء الله. إن شاء الله. هذا؟ هذا 47. 47، انباع شيء عندك ولا؟ انباع عبود؟ لا تقريبا. بين 47. 47 شيء 3 دولار أكثر. 3 دولار تقريبا. 3 دولار؟ اي 3 دولار. طيب كله بهالسعر هذا يعني؟ انباع ب 47 عندك، 55 ما انباع. ما انباع لسه. ايه يعني 3 دولار انباع، تقريبا 4 دولار الا شوي ما انباع. بزر الدبشي؟ بزر الدبشي عندك دولارين. دولارين يعني 15000 سوري. طيب السمسم عبود؟ 35 دولارين ونص. طبعا اخواني ان شاء الله يكون الشاب هذا اللي علق لي قبل العيد فيديو الاعلاف قبل العيد يكون متابعني، واذا هو من متابعيني انا فعلا ارد عليه، لانه اذا مو متابعيني انا ماني راد عليه. يقول لي يا رجل اتق الله واترك الكمون بحاله. يا شباب اني علي نقل الصوره ونقل الاسعار مثل ما هي، ما اقدر انه ازود الاسعار او ارخص الاسعار. مزبوط صديقي؟ مثل ما هي نقول الاسعار تماما. احنا ما لنا مصلحه اليوم الكمون ينباع ب 3 دولار نقول اليوم ينباع ب 5 دولار، ما لنا مصلحه نهائيا. يعني احنا علينا نقل الحقيقه وليس مراعاه مشاعر الاخرين. الله يجبر خسائر العالم. عمي عبود ايش قد هذا؟ هذا والله ما صار شيء يعني طالبين ب 55. 55 مطلوب يعني اقل من 4 دولار تقريبا. اي تبيع لنا 6 دجاج ناخذ الكمون بزياده اليوم ان شاء الله. ان شاء الله على الله كريم تقول ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الله يجبر خسائرهم اليوم تقريبا بحركه جيده ان شاء الله الكمون. بس ما راح يزيد مثلا من 40 45 راح يزيد الى 60 70. إيه؟ راح يزيد تدريجيا يعني. تدريجيا راح يزيد ان شاء الله. ان شاء الله الله يجبر خسائركم باذن الله تعالى.